أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. بداية، نظم بنك المغرب أمس برباط ندوة حول التأثير الإيجابي للتحول الرقمي على المردودية والتعاون داخل المقاولات بشكل عام والأبناك على الخصوص. وأفاد بنك المغرب في بلاغ أن هذه الندوة المنظمة في إطار برنامج التحول الرقمي للمؤسسة البنكية عرفت مشاركة ممثلين عن العديد من المؤسسات المالية وغير المالية الوطنية والدولية، جاءوا لتقاسم تجاربهم في مجال التحول الرقمي مبرزين التأثير الإيجابي للرقمية على أنماط العمل الإدارية. في موضوع آخر، أشغل القمة الإفريقية الرقمية أفريكا ديجيتال سايمنت في دورتها الثالثة انطلقت بالدار البيضاء واختتمت اليوم بحضور أزيد من 1000 مشارك من مختلف بقاع العالم. ريم مالكو كانت في الندوة وهذه تفاصيل. بعد نجاح الدورة المنصرمة من القمة الرقمية الإفريقية أفريكان ديجيتال ساميت، أطلقت مجموعة المعلنين بالمغرب اليوم الخميس افتتاح الدورة الثالثة من هذه القمة باعتبارها أكبر حدث قاري في المجال الرقمي بالمغرب وإفريقيا، وأيضا ملتقى حول عالم الرقمنة. الدورة الثالثة جاءت بتجديد وبعنصرين جديدين. العنصر الاول هو ما سميناه ادياس ديجيتال غاردن، اللي هو واحد الفضاء غنستضيفوا فيه عشرات مقاولات صغرى جدا رائده في مجال التكنولوجي، اللي كتقدم واحد الحلول، واحد المنتجات التكنولوجيه اللي يمكن لها دعم استراتيجيات وتساهم في النجاح ديال الاستراتيجيات الرقميه ديال العلامات التجاريه. العنصر الجديد الثاني اللي جات به الدوره الثالثه هو ما سميناه الموروكان ديجيتال اووردز، وهي واحد الجوائز اللي غادي توج خمسة أحسن عمليات رقمية اللي تنظمت في المغرب في هذه السنة، وغتوج كذلك ثلاث علامات تجارية الأكثر تواجدا وأكثر رقمنة حسب العموم، حسب الجمهور المتواجد في الإنترنت. خبراء ومختصين في عالم التكنولوجيا الرقمية حضروا إلى هذه القمة الإفريقية لتقاسم خبراتهم في هذا المنتدى. تكلمنا اليوم عن المحتوى العربي للأطفال، تكلمنا على أهمية الطفل في المجتمع. الطفل يمثل 30% من كامل المجتمع، فإحنا إذا نبغى نتكلم عن الديجيتال لازم نتكلم عن الطفل، لأنه الطفل الآن من أكثر مستخدم الديجيتال تشانلز، فالتركيز عليه مهم جدا، وكيف نخاطب وكيف نتحاور معه، كيف نفكر بالطرق اللي هو يفكر فيها عشان نقدر نوصل له المعلومة. Yeah, I'm really excited to be here at the African Digital Summit because we're bringing together marketers from all different backgrounds. Marketers at all different types of brands, agencies, organizations, big and small, across sectors, to discuss what's working and what isn't working. Consumers today are more informed than ever. Which is a good thing. Donc ma vision de ce troisième sommet de l'Afrique digitale, un, c'est d'être très honoré d'être sur le premier événement publicitaire digital sur le continent africain. C'est également apprendre beaucoup et apprendre beaucoup au niveau des usages de la population africaine. هذه التظاهرة التي ستستمر فعاليتها إلى غاية يوم غد الجمعة 2 دجنبر تروم إلى مرافقة المعلنين في خطواتهم في المجال الرقمي وإلى هيكلة القطاع وتحسين العلاقات بين مختلف الفاعلين. وعلى المستوى الدولي، أظهرت نتائج مسح نشرت اليوم أن نمو قطاع البناء في بريطانيا بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر في نوفمبر المصرم، لكن التكاليف ارتفعت بأسرع وثيرة منذ 2011 مدفوعة بانخفاض الجنيه الاسترليني بعد تصويت البريطانيين في يونيو الماضي لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة دار البيضاء التي أغلقت جلسة الجمعة على إيقاع التباين بالنسبة المؤشرين الرئيسيين مازي ومدكس، ولدان سجل على التوالي من قيمتهما 0.7% و0.4%، وبلغ مؤشر مازي وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 10621.99 نقطة، في حين بلغ المدكس وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة باستمرار في البورصة 8686.09 نقاط. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.